فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، مواصلين حتى للخمسة ونص. نحكي عن النجم الساحلي بيان شديد اللهجة، كان من أحباء النجم الساحلي البارح في الليل، من مجموعات أحباء النجم الساحلي بيان، كان موحد فيه ممكن شديد اللهجة، فيه حتى تهديد ممكن رئيس النادي الإذا شرف الدين بطلبوه فيه بالانسحاب، ممكن فما قضية عدلية أيضا في الأفق. هناخذوا أكثر تفاصيل على البيان هذا مع زبير بن حمدة، واحد من أفراد البريغاد روج، واحدة من مجموعات النجم الساحلي أكيد الكبيرة اللي كانت مساهمة في البيان هذا. مرحبا بك زبير. مرحبا بك خويا. شنو الأمور؟ لاباس؟ الأمور ماهيش باهية بالطبيعة. النجم الساحلي لكل واحد اللي يحب النجم الرياضة الساحلي، لأي محب من النجم الرياضة الساحلي، ماهوش باش يكون راضي باللي قاعد يصير في جمعيته في الأربعة فروع نتاعنا. منذ سنوات جاء شخص السيد رضا شرف الدين وتحط على رئيس، تحط رئيس للنجم الرياضي الساحلي. هو تم انتخابه زبير، ما تحطش تم انتخابه وتحط من قبل المجموعات ومن قبل جمهور النجم الرياضي الساحلي وقت اللي قمنا باخراج حافظ حميد، ومستعدين باش نقوموا باخراج رضا شرف الدين. شنو هي تحفظاتكم زبير على رضا شرف الدين؟ شخص في رضا شرف الدين من اللي جاي يخدم في النجم الرياضي الساحلي، الاموال اللي يحط فيها في النجم الرياضي الساحلي لازم يحطها هيبه للنجم الرياضي الساحلي، خاطر هو كي يقوم برئاسه النجم الرياضي الساحلي يكون معفي من الاداءات للدوله. اما كيف باش يحط فلوسه للنجم الرياضي الساحلي وتتقيد الديون على النجم الرياضي الساحلي، فهو يتحايل على الدوله ويتحايل على النجم الرياضي الساحلي باش ما يدفعش فلوس للنجم الرياضي الساحلي وياخذ بوفوار وفي نفس الوقت ما يدفعش فلوس للدوله. يعني يسرق في الدوله ويسرق في النجم الرياضي الساحلي، ونحن كمجموعات يسرق ما يسرقش، يتحايل ما يتحايل، تحايل الزبير هذا اي حد القضاء، لكن هذا معمول به تقريبا في الجمعيات الكل، اي رئيس جمعيه يسبق فلوس مش كان في النيتوال، معناها ماهيش ندافع على شرف الدين، لكن اي رئيس جمعيه يعطي من فلوس للفريق ومعناها يتحاسب يرجعوا له بعد، مش كان في النيتوال، معناها مش كان شرف الدين ولا احنا كاحباء عندنا لكارتا ديرون تاعنا وعنا كل شيء، ومن حقنا باش ننقحوا قانون جمعيتنا، من حقنا باش ندخله في النظام الداخلي للجمعية. هذا طلبناه من الشخص رضا شرف الدين في تحركاتنا الأولى وكل شيء، وكنا باش نساعده واحد وقعدنا وتعهد لي هو باش يتخلى على الديون، وقال لي طوال عينية ولي طوال كل شيء، واني باش نتخلى على كل شيء باش نخدم النجم الرياضي الساحلي. هذا بعد ثلاثة شهور نلقاو النجم الرياضي الساحلي يضاف له 30 مليار معناها اخرين، معناتها للشخص رضا شرف الدين. معناها هو وقت اللي جاب كوليبالي قال اني باش نتكفل بفلوسه، هو انسان هذا يكذب على الجمهور وكل مره يعطي حربوشه للجمهور باش يسكت جمهور النجم الرياضي الساحلي. اليوم نحن باش نتحركوا تحركات سلميه من يوم الغد، معناها باش يكون فما حاجه في مقر الجمعيه بالطبيعه، باش تكون فما تحركات كبيره من ثلاثه جروبات ومن جمهور ريتوال، ومازال فما التصعيد بطرق سلميه الى يوم 10 ماي، والموعد الاخير لخروج رضا شرف الدين يوم 11 ماي هو يوم الغضب للجمهور ريتوال الكل والمجموعات الكل. شنو باش يصير يوم 11 ماي؟ توا نشوفوا شنو باش يصير. اعطيتوه مهله معناها من اليوم حتى اليوم 10 ماي للانسحاب ولا للجلسه العامه الانتخابيه ولا شنو بالضبط؟ للجلسة عامة انتخابية بالطبيعة. هو فتح المجال قبل رضا شرف الدين، ما جا حد، إذا كان نفرضوا تعاود نفس السيناريو. هو كيفاش باش يجي حد وقت اللي يلقى السيد رضا شرف الدين باللي قاعد يعمل فيه يحب يكون يملك النجم الرياضي الساحلي بنسبة 100%، يعني النجم الساحلي يولي بملك عائلة رضا شرف الدين وليس ملك جمهور النجم الرياضي الساحلي أو ملك أي حد، أي شخص باش يتقدم للنجم الرياضي الساحلي لازم يدفع فلوس لرضا شرف الدين مش للنجم الرياضي الساحلي. اي شخص باش يجي للنجم الرياضي الساحلي باش يدفع فلوس وباش يحرك جمعيه ويوقفها على ساقيها، ولا باش يقعد يخلص في رضا شرف الدين. رضا شرف الدين كي طالب فلوسه من النجم الرياضي الساحلي ويحب ياخذ فلوسه ويقول فلوسي وفلوس صغاري، ينسحب من النجم الرياضي الساحلي وفلوسه طوي ياخذها بار ترونش اللي باش يحدوا القانون، طوي ياخذها فلوسه على عامين على خمس سنين على 10 سنين اللي باش يحدوا القانون نحن راضيين به، لكن باش يقعد في النجم الرياضي الساحلي وباش يقعد كل يوم يزيد في المليارات على حسابه باش تكون له هو نهار اخر وقت اللي يجي باش يخرج من نجم الرياضي الساحلي. نجم الرياضي الساحلي ماهيش شركه وماهيش بته نتاع حتى اون دافير. النجم الرياضي الساحلي هي ملك جمهور، صح؟ مشيت جمهور، ملك جمهور ولاد حوم شعبيه وملك الساحل الكل هيك وملك عباد، معناها كل يوم تموت وكل يوم معناتها تتجبط
في جرة النتائج اللي تمر بها النجم الرياضي الساحلي وعباد تمشي الحبس وكل شيء. احنا المتنفس الوحيد عندنا في الحوم وفي الجروبات والعباد اللي نعيشوا هكا هو النجم الرياضي الساحلي. انت كي تكون رئيس في دولة لازم تخدم الشعب نتاعك، كيف تكون رئيس في جمعية لازم تخدم الجمعية نتاعك، مش تعمل السياسة وتعمل جمعية باش توصل بها للسياسة. لا. مشيتوا القضاء زبير برامون باش ترفعوا قضية عدلية؟ اي في الافق فما قضية عدلية وفما حاجات قاعدة تقوم بها المحامين والمجموعات والنوايين بتاعنا الكل. التهمة شنية بالضبط؟ شنية التيتر نتاع القضية؟ تشكيك في الأموال، في الأموال اللي سالها السيد رضا شرف الدين من نجم الرياضي الساحلي، وفساد مالي وفساد رياضي، فما برشا بوانيت طي القام في القضية بالطبيعة عند المحامين اللي عاملينهم الجروبات ونوايهم تاع الجروبات. بالطبيعة ديما نقولوا شبهات نتاع فساد إلى حد الآن. طلبتوا أيضا أنه الرئيس القادم في ليتوال يكون ما عندوش حتى انتماء لا حزبي لا سياسي لا حتى شيء في الدولة. أي شخص باش يجي يشد النجم الرياضي الساحلي لازم يكون واثق من روحه اللي هو شدد أحسن دولة وأحسن جمعية في العالم، وكي يبدا يخدم في النجم الرياضي الساحلي لازم يكون ما عنده حتى حاجة في مخه إلا النجم الرياضي الساحلي. كان باش يكون عنده اي حاجات اخرى يحب يوصلهم ما ينجمش يوصلهم بالنجم الرياضي الساحلي. النجم الرياضي الساحلي هو لجمهور النجم الرياضي الساحلي. كل رئيس جمعيه جا خدم في السابق، وفما رؤساء خدموا في السابق ما غير نذكرهم، وخدموا في النجم الرياضي الساحلي معناها، وخدموا في النجم الرياضي الساحلي بشرف معناها، وما طلبوش بفلوس من النجم الرياضي الساحلي. واضح. فما حاجه تحب تضيفها زبير؟ الحاجه اللي باش نحب نضيفها، نطلبوا من السيد رضا شرف الدين ينسحب من نجم الرياضي الساحلي وما يدفعش للعباد للتحركات في ظل انتشار فيروس كورونا. كان هو معناتها رجل في قدم روحه كرجل سياسي، هو قاعد يحاول، هو قاعد يحاول يقتل العباد في سوسه معناها بالكورونا، وقاعد عنده عباد معناها وعنده عصابات تمشي تكتب تمشي تطالب يمشيوا يفسخوا يمشيوا يحبوا يحاولوا يسكتوا عباد بفلوس. عندنا برشا حاجات معناها، وعندنا برشا تسجيلات، وعندنا امور باش نمشيو بها للقضاء. صار تواصل بيناتكم ولا لا؟ كيفاش؟ نعرف قعدتوا قبل مجموعات الأحباء مع رضا شرف الدين، صار تواصل المره هذه ولا من عدم الاتصال بيناتكم عندكم برشا؟ ما عدم الاتصال برضا شرف الدين بطبيعة، خاطر هو وعد باش يكون فما جلسة خارقة للعادة، ما فماش جلسة خارقة للعادة، ما فما حتى شيء معناه. بالعكس هو قاعد يحاول ياخذ ديما شوية وقت باش يزيد يغرق النجم الرياضي الساحلي، هو مش قاعد يخدم في النجم الرياضي الساحلي. اليوم السكسيونات نتاعنا نتاع الباسكيت ونتاع الهوند ونتاع الفولي تمشي تدوخ معناها في راسك. بالرسمي ميرسي للولاد اللي كاوروا في ليتوال كل كاية، جميع الفروع معناتها البنات والولاد والناس كل كاية، العباد اللي ماهيش خالصة، وحتى من الناس اللي تخدم تنظف ماهيش خالصة معناتها ويخدموا في النجم الرياضي الساحلي. هو علاش شدد النجم الرياضي الساحلي معناها؟ باش يستفاد ماليا، ما ينجمش يستفاد ماليا من النجم الرياضي الساحلي، ينجم يستفاد ماليا من الدواء اللي يعمل فيه معناها، ينجم يستفاد ماليا من الزيت اللي يبيع فيه، ما ينجمش يستفاد من النجم الرياضي الساحلي. صح. واضح. يعطيك الصحة، شكرا لك زبير على كل التفاصيل اللي اديتنا بها بخصوص بلاغ مجموعات أحباء النجم الساحلي ضد رئيس النادي رضا شرف الدين. فاصلتهم كاملين في بلاي حتى الخمسة ونص.